صدور دجاج وبصل وتوم وفلفل حار في الملح وفلفل وكمون وبهارات في فراخ وصوص زبادي وزبادي وتوم وطحينه ملح فلفل ثم زيت زيتون ممكن دقشة حمص كمان من حدانا ما عندناش مانع. طيب كده ده بصل وده توم. ده الواد جايب لي كيلو توم. هو المنيو النهارده كله توم؟ هنعمل طاسه تانيه على النار للصوص. ادي حبه توم حبه اويل. قال لي اويل ولا زيت؟ قول لي انت بحبك قول لي كده. الفراخ بتاعتي اهي ادي شويه كمون شويه بهارات فراخ شويه توابل اهو ايه دي هي قبل كيلو جوز الطيب. لا حول الله يا رب. ادي الفراخ بتاعتي لسه الملح والفلفل. ادي حبه الفلفل ادي حبه الملح صوص الزبادي مع الثوم حبة حمص نص معلقة دقيق سام هوت ووتر نوت تو ماتش. هنا بقى اليوجرت بتاعتي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. شوية ملح شوية فلفل سنة ليمون وده كمان يا نهار زاد دم. طيب ده العيش بتاعي